يمكنكم التعرف على طريقة وكيفية إيجاد الصفحة غير متوفرة على تطبيقكم روبلوكس. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيق روبلوكس، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق روبلوكس وفيضان على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديد، قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم روبلوكس. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة.